كان يستهزئ بصورة الكهف ويقول: أنتم أيها المسلمون لا زلتم تعيشون في عهد الأساطير، كيف يمكن لأناس أن يناموا 309 سنوات؟ وسبحان الله، بدأت أبحث في هذه السورة العظيمة وقلت لابد أن أجد معجزة ترد على هذا الملحد. الله تعالى ماذا قال؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فسبحان الله، كلما انتقد ملحد القرآن الكريم ظهرت معجزة جديدة. تأملت هذه السورة ووجدت أن الله في آخر هذه السورة يقول: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. انتهت القصة عند لبثوا. انتقل الحديث بعدها: له غيب السماوات والأرض، إلى آخره، صفات الله تعالى. وفي بداية القصة يقول تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أيضا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هنا بدأت القصة. قل سبحان الله، أصحاب الكهف لبثوا 309 سنوات، والقصة تبدأ بلبثوا وتنتهي بلبثوا، فكم هو عدد الكلمات؟ وكانت المفاجأة، قمت بعد كلمات السورة أو القصة من لبثوا الأولى إلى لبثوا الأخيرة، وكان الرقم 309 كلمات بعدد السنوات التي لبثها أصحاب الكهف. سبحان الله. وأثناء العد، عندما وصلت لقوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300، كان رقم هذه الكلمة 300. سبحان الله. بالله عليكم، هل يمكن لمحمد عليه الصلاة والسلام أن يؤلف لنا قصة ويضبطها بهذا الشكل البلاغي الرائع، ويأتي عدد الكلمات من لبثوا إلى لبثوا يساوي 309 ما لبثه أصحاب الكهف؟ إن هذه المعجزة ترد على كل ملحد يدعي أن هذا القرآن كتاب بشر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الله وبركاته. وتنتشر لكم.